FM. الكلمة ليك. باهي سيد احمد، انتم رفضتوا الانضمام للحكومة بسبب اختياراتها الاقتصادية وسبب وجود النهضة فيها. يعني كانت فما بالبداية اسباب ايديولوجية وكانت فما برامج سياسية. اي اقتصادية. الاختلاف الاقتصادي على الاجتماعي راه ماهوش ايديولوجي، هو سياسي. ما عندوش علاقة بالايديولوجيا. كان عنده علاقة بما هو السياسي. سواء هو سياسي بامتياز ونختلفين بيان سور، في شك. لكن كان فما تحالف ما بين لوبيل، كان فما تحالف ما بين النداء، وزادة معناتها خلطت عليهم النهضة كأنها كان فما رؤية اللي هي مختلفة تماما على رؤية الجبهة الشعبية. أنا تقييمنا يقول حاجة ما هيش بالضبط هذية. شوف، احنا كانت عنا رؤية واضحة شن نحبه. عنا ملفات وطنية يلزمها تتحل بالتوافق صحيح، ولكن ضمن توجه يراعي مصالح الفقراء والكادحين، ما يفرطش في المقدرات الوطنيه، ونحدوا مرحلة اولى ونقصوا من التداين باش في الاخر نلقاو عمليه التمويل الذاتي للميزانيه العامه للدوله. الراي الاخر ماهوش مجتمع في توجه واضح، ولكن كان يختلف علينا في الملفات الكبرى هذه وحقه، ويجتمعوا الكل في انه أتوا نشوفوا كيفاش نسايسوا رواحنا، ولكن دون لا كونتينيتي، في اطار استمراريه التوجه القديم السيد في البلاد قبل، ما عاد اصلاحه. احنا نراو مع التغيير عميق ليه، هما يقولوا لا نصلحوه شويه تو يمشي، يعني باش نكون نحاول نكون امين قدر الامكان. المشكله الاخرانيه اللي خلتنا ما نجموش نتفاهموا، انه مش عارفه الحكومه هذه كيفاش باش تتشكل وشنو اللي باش تعمل. واللي قلناه وقت اللي خذات الحكومه ذيك الثقه، واحنا ما عطيناش الثقه، قاعدين نخف عليه اليوم. من يسميه انا هكا بشويه معناتها تبسيط، حكومه الرومبوان، واقفه في الرومبوان تعمل ذريبتين في الكياس هذايا لوتوروت هذايا، بعد اول رجعه تلقاها تعاود ترجع للرومبوان، بعد تمشي تشوف الثنيه اللي على اليمين تقول اه المساله هذه هاو نعملوا لا 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 مش هكا، يجي نرجعوا لهنا. انا نتسائل مع كامل احترامنا للنظافه والجهد والخدمه الكبيره، الخدمه الكبيره يعني من حيث بذل المجهود، نتيجه موضوع اخر، تصير حبيب وبعض وزرائه الاكفاء بعض والوطنيين واللي يحبوا يعملوا حكايه، اين الانسجام داخل هذه الحكومه؟ اش قاعدين يعملوا بالضبط؟ مازال يسخس العمل توا ويتفقد يعمل في الزيارات الميدانيه ويشوف شو يعمل شو ما يعملش. الملفات اللي حلهم راهو الدوسي كي نحليوه ونخليوه محلول، ان بتي كورونديري يطير بالاوراق نتاعو، يلدي سكر دوسي الحوض المنجمي نهائيا، خذ قرار تعمل فيه مسؤوليتك.